مؤقته، هو مره واحده ابحاث وايش مره، خصوصا بالمختبرات انتم ان شاء الله لما تتخرجون تبدون تشتغلون بالمختبر، نسوي سلايد بالسلايد مره واحده وايش مره، بعد ما يبقى خلاص اتحلل كان الحل. ف نجي ناخذ نجي نقول مثلا شنو هاي السلايدات اللي اقدر اصبغها بصبغات بيرمننت دائميه، بصبغات دائميه وتبقى فتره طويله. هي ثلاث صبغات هاي بدكم تحفظوها، دراي كروم، هيماتوكسيلين، والجمزة. الجمزة كل شوي نستخدمها بالطفيليات اكثر من الهيماتوكسيلين وايد بالانسجه، تراي كروم همينه، لكن الجمزة اكثر شيء نستخدمها بالطفيليات. نجيب بالمايكروسكوب قلنا السلاين وقلنا الايودي، نجي ننتقل الى الطريقه. لا انا من اسوي له كونسنتريشن، شلون كانت عدد العينات وانا سويت كونسنتريشن؟ يعني ليش؟ قليله قليله وياكم يسوي دكتوره واسوي عافية. أنا لما أدخل هاي يا أبو هاي زهرة، يعني أنا عندي عدد الطفيليات، عندي عدد الطفيليات قليل، عدد الطفيليات كلش قليل. فأنا شو أسوي؟ جيت مثلا شوفوا هاي الطريقة، طريقة الكونسنتريشن نستخدمها كل شوي بالريسيرش، يعني بالبحوث. يعني أنا اليوم شخص بالمختبر، أنتوا اليوم أنتوا شخص احتمال حتشتغل اليوم مختبر أو احتمال جست تكمل دراسات. فانت لما انت تشتغل شخص انت تشتغل بالمختبر، انت عندك اكثر شيء يستخدمه بنسبه 90% السلاين او الماجستير، يخلوا له سلاين يفحصوه او يخلوا له ايودي. لكن شخص لما عنده بحث ويريد يشتغل ببحث شو يسوي؟ يروح يجيب عينات مثلا، اليوم هو يدرس عن مثلا الاسكارس، يروح يجيب عينات من المستشفى، يجي فحص العينه يجي يشوف فيها دوبك بيضه بيضتين كلش قليله ما تساعده بالتشخيص. فشو يسوي؟ على مود يركز العينه يخليها هوايه يجمعها اكثر الطفيليات، يستخدم طريقة الكونسنتريشن تكنيك. تمام؟ فهاي كلش مهمة تعرفوها، انه الكونسنتريشن تكنيك، كونسنتريشن تكنيك هي طريقة على مود شنو؟ increase the possibility of finding of اكثر ازيد من احتمالية وجود الطفيليات فيها. ليش؟ لما تكون هاي الطفيليات بانسفيشنت نمبر، باعداد قليلة. وهاي الفائدة، فانتوا خلاص ركزوا بس على الفائدة، على تاخذون الشرح. هاي الكونسنتريشن تكنيك شوفوا بالعنوان مقسمين الى قسمين، السيدمنتيشن والفلوتيشن. نجي على السيدمنتيشن، شوفوا مبدا الكونسنتريشن تكنيك الاثنين نستخدم سوائل. هذا السائل اللي نستخدمه يا اما يكون السبيسيفيك جرافيتي يعني تركيزه او كثافته يا اما تكون قليله يا اما تكون عاليه. اما انا احتاج الطفيلي يتركز يعني بالاسفل ينزل او احتاجه يتطاوف بالاعلى. نجي بالبداية نجي على السيدمنتيشن تكنيك. دي أقول بالبداية السوليوشن السائل أستخدمه يكون تركيزه قليل أو يكون كثافته قليل. لما يكون كثافته قليل، حسأل سؤال، لما يكون كثافته قليل شو أتخيل هذا الطفيلي؟ لما يكون السائل تبو السائل كثافته قليلة شو أتخيل الطفيلي؟ حيطوف لو حيترسل يا آية أنواع. يلا آية افتحي المايك وجاوبينا، حتى إذا ناسين مو مشكلة، ناسين نتذكر سوريا. يلا آي اليوم أنا مستخدمة بطريقة السيدمنتيشن تركيزه قليل، فالسائل لو سبيسيفيك جرافيتي حيصعد فوق، بالتالي الباراسيتيك أورجانيزم حصير جوا بالسيدمنت فحتتركز بالأسفل. تمام؟ هاي الطريقة، طريقة هاي مال طريقة السيدمنتيشن مال فورمالين إيثيل أسيتيت، هاي أنتم استخدمتوها وشغلت لكم إياها بصف ثاني، أنتم سويتوا كل واحد سوى تيست تيوب وشفتوا شلون الفورمالين إيثيل أسيتيت. إحنا إن شاء الله على الكورس الثاني وإن شاء الله هسه إذا حسب نشوف إحنا وقتنا نعيد هاي التجربة، نحاول نتذكرها من جديد، نجيب عينة ستول ونرجع نجيب هاي المواد ونشتغلها. فبالبداية جبنا عينة ستول. أول شغلة بعينة الستول أجي أغسلها فد مرتين ثلاثة بالسلاين سوليوشن. ليش تتوقعون يا أحمد عبد الكريم ليش غسلنا؟ يعني أنا حجي أسأل فد سؤال فهم يعني نتناقش بي أنا، فدي أشوفون هنا هذا الفلوتيشن، أشوفون هذا فوق الطفيليات وهاي جوا هنا حتصير السائل وبقية ال شو اسمه بقية الأوساخ. كل وجه ضاحك، هاي الوجوه السداء أشاركم إياها، هذا هو طفيلي. زين ليش هاي كلها؟ حجي اسال سؤال، انتبهوا على الصوره، ليش دول كلهم طوفوا وليش هذا جوا؟ لما اجي اريد اشتغل على الستارز خصوصا ومثلا على يعني غير مثلا ديدان،
ما اجي استخدم هاي الطريقه، ما اجي مثلا انا بدي اشتغل على السكارت ما اجي استخدم لها طريقه الفلوتيشن، يعني انا مسبقا لو ايش قد ما اضيف ماده الشوجر سوليوشن حيظل الطفيلي بالاسفل ما يطوف. تركيزه او كثافه البياضه مالت السكارت اكثر من كل السوائل. فمو ما اتخيل انه هي اكو سائل راح يخليها تطوف طوف، سائل اقل من عندها. فهاي شيء السؤال ممكن يجيكم اسالكم اقول لكم انه من انا عندي بياضه السكارت كثافتها عالية أقدر استخدمها طريقة الفلوتيشن، أو إنه أنا مثلاً عندي بياضة سكارس استخدمها طريقة الفلوتيشن، تقول لا الأفضل هي طريقة السيدمنتيشن. ليش؟ لأنه تكون هاي سبيسيفيك جرافيتي، تركيز بياضة سكارس عالي، فمهما كان استخدم تراكيز سوليوشن تراكيز عالية هي حظت أعلى من عندي. فشفتوها أنتم، شفتوها أنتم بالصورة، رغم أني استخدمت لها طريقة فلوتيشن لكن هي ظلت وعوها هاي هذه هي ظلت لجوا. هاي لارج أوفر، لارج أوفر واحدة من عندهم هي أثقل بيضة، هي بيضة سكارس. فهمتوها؟ عندكم فد سؤال؟ أنا حرجع فد شوية ورا ما أكمل المحاضرة، حنعطيكم مجال تسوون ريز هان وتسألون الأسئلة اللي ما فاهمين. هنا عندنا هذا كلش مهم طلاب. الكومن ارتيفاكتس. الارتيفاكتس يعني هي أكو أشياء تجي مشابهة للطفيل. يعني أنا مثلا اليوم أنا عندي السيست مال انتبه بالاستراتيجية. مرات اجي اشوف الاير بابلز، او مرات الفات دروبلتس، او مرات البولن جرين، او الفنجس سبورس، تشبه مدوره. بس انا شنو اللي اقدر اميزه، وانا شنو اللي يقدر يعني انا اقدر اخلي ببالي انه اقول لا هاي مو سيستم مال انتبه بستراتيك او انتبه بكولا او جيابي، لا هاي فات دروبلتس او اير بابلز او ايا كان من الديابرس فيا ايهاب ممكن ترفع المايك وتجاوبني شنو اللي اقدر اعرفه اقدر اميز. شلون انا اعرف السيست؟ شلون اقدر انا اعرف هذا التروف او السيست عن هاي؟ هذا كلنا مدورات، بس شنو اللي يميزهم؟ هاي بول، هذه بولن جرين مثلا، او فانجاس سبورس، او اير بابلز، او فات دروبلت، او بلانت. شنو اللي يميز السيست؟ نعم دكتورة. ايوه ايهاب، شنو اللي يميز السيست عن هذول؟ هذول اشياء كلها مشابهه، بس شنو اللي يميز السيست؟ ايش تتذكرون؟ دكتوره شكله يكون دائري او عمره يعني هذول هم دائريه. شنو اقدر انا شنو اللي اباعه على مود اعرف انه هاي السيست؟ شوي بعد مشكله للساعه تسوي ايهاب، مو مشكله جاوب اي جواب. اي دعم دكتوره، جاوب اي جواب. يعني أنت تقول مثلاً شكلها دائري، تمام؟ أي نعم. زين من اللي رفعوا إيدهم محمد باسم، ها محمد، عندك جواب؟ نعم دكتور. دكتور نقدر نميزها من خلال الغشاء مالها، يعني مثلاً أكو غشاء هنا سميك هنا. زين يقول محمد عن طريق الغشاء. أوكي محمد. أحمد أنت شو تقول؟ دكتورة عدد الأنوية تكون تختلف. عفية 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 بكم. أجوبتكم صحيحة، لكن نقدر نقول أحمد شوية قال يعني شلون وصل أداق. ليش؟ لأنه أنا كلهم هم وعدهم هم الأسيست والبولن جرين. أعطيكم صور مالت أعطيكم صور بالمجهر مال البولن جرين أو الفنجس، كلهم عندهم كلهم مدورات، بس شنو اللي يميز الانترنال ستراكشرز عدد الأنوية؟ إن شاء الله بالأسابيع الجاية أجيب لكم الصور ومن الداومون أراوي لكم إياها للإنتمي، أرجع أراوي لكم إياها عم بذكر. أجي أجيب لكم الصور ومن الداومون أراوي لكم إياها للإنتمي، أرجع أراوي لكم إياها عم بذكركم بيها. الإنتمي بأنويتها واضحة، نويتها واضحة، بيها السيجار شيب كروماتين بدي، التفاصيل هاي مورفولوجيكال فيتشرز هي اللي تميز لي. بينما أنا مثلا هسه لو نجي نباوع، نرجع مثلا لو نجي هسه نشوف مثلا لو نجي نباوع مثلا هذا بولن جرين، شوفوها هي مدوره صحيح، بس لو اجي اباوع ماكو، وين النواه؟ وين الانويه؟ وين هي؟ مو ممكن تكون اربعه، ممكن تكون اربع انويه ثلاثه، وين الانويه هاي المتعدده؟ ماكو. بس لو اجي اباوع الفنجاي ايضا مدوره، فما اقدر انا اعتمد فقط عن الشكل الخارجي لانه ممكن يوهمني. يعني لو بس اعتمد انه السيستم مدوره، وهاي ترى هواي تصير بالمختبرات، يجي يشوف هذا الفنجاي ويقول والله هذا هو السيست، ويكتب لي هذا السيست مال تيريا ستراتيكا، بس هو شلون شاف السيست؟ وين الانويه؟ وين النواه اللي هي اساس معرفتي انه هاي السيست مال ديفيستراتيك النواه والنويه المركزيه؟
فيا طلاب حاولوا شوفوا الطفل اللي تنعاد عليكم سنتين، حاولوا قدر الامكان تطبع براسكم صور عينكم اياها ان شاء الله بالمختبرات الجايه تشوفون، حاولوا تطبع صور السيست ببالكم او اللي تروفوزويت ببالكم. انا اجي اباوع على السيست مال تيمبستريتك اباوع على نويه وبس اباوع نويه مدوره تمام. كذلك لو تباعون البولن جرين شكلها مو ذاك الدائري، هذا مثلا الفنجاي شكلها دائري يشبه السيست وغلافه خارج يشبه السيست بس ما بيها انويه، لكن البولن جرين شوفوها تكون كلش ثيك وتكون شلون صايره لو تباعون عبالك يعني هذا شيء نبات النباتات الصيفيه يعني تكون تركزون على التفاصيل عم تتميزون، لانه صراحه ما اخفيكم عليه انه الانتمي بستريتيكا السيست مالته كلش صعب التمييز، فحاولوا انتم بالانترنال ستراكشرز تجمعوا، لانه صراحه ما اخفيكم عليه انه الانتمي بستريتيكا السيست مالته كلش صعب التمييز، فحاولوا انتم بالانترنال ستراكشرز تجمعوا. هذا الصوت يقطع بس يمي لو يم الكل يعني ما انتش الصوت راح يم الكل طلاب جيتنا. اوكي اوكي طلاب تسمعوني طلاب بلي انا اسمع ها هسه تسمعوني شوي هي يعني هاي شوي تشوفون الانترنت هو يعني يروح ويجي شوي يقطع. انتم من تشوفون الصوت يقطع واحد بس من عندكم يقول يا ترى الصوت يقطع ام قال ارجع لكم تمام؟ تمام استاذ. هسه واضح الصوت يمكم كليتكم؟ اسراء شاكر اسراء احمد واضح؟ كلش واضح. تمام قاعد انا عندكم في السؤال حد هسه تريدون فد شيء؟ احد منكم يسوي ريز هاند اذا عنده سؤال؟ اي قطع يمك وش ما ادري اسمع الاخير كله ما فهمته. ها امنه ارجع يعني ارجع شويه اعيد لك؟ اي دكتور مثلا يلا مشكله هسه نرجع. يا امنه البولن جرين قلنا انه قبل شوي قلنا انه السيست تشبه البولن جرين تشبه الفانجاي بس السيست صحيه ما اقدر اني اعتمد بس اقول انه السيست، وهاي ترى يعني على فكره هذا الشيء يعتمدوه بهوايه مختبرين وشايفتهم انه يعني شايفتهم انا حتى بالمستشفى يقول والله هذا مدوره هي هاي السيست، يا هو مو كل شيء مو شفناها مدوره وقلنا هاي السيست، السيست فيها تفاصيل، فاني قدر قد ما اجي احفظ تفاصيلها قد ما اني اقول مثلا هاليوم السيست مالت الجياردي لامبليا بيها نواتين وبيها الاكزوستايل واضح، السيست مالت الانتمي بستريتيكا بيها نوات الى اربع انويه ويكون النويه مركزيه، هاي التفاصيل هي شويه بيها بالبدايه صعبه بس اريدكم قدر الامكان تحفظوها على مود ما تجون تتخربطون ويا الاشياء اللي ممكن تشوفوها داخل المجهر وتقولون انه هاي السيست مالت الانتمي بستريتيكا. فمثلا لو نجي نباع البولن جراي والله نقرين مدورة بس ما بها التفاصيل اللي تميز دي، شوفوا الغشاء مالتها ثيك ومشا يعني ثيك كلش، السيست غشائها رفيع مثل الفانجاي بس الفانجاي ما بها انوية تمام؟ لو نجي على البلانت سيل فالشكل كلش ارغولار غير منتظم، صح اكو اشياء داخله تفاصيل بس هاي مو تفاصيل السيست، ماكو نوية، وين السيجار شيب كروماتين بودي؟ ماكو هاي التفاصيل اللي انا اعرفها عند ميز السيست. كذلك بالنسبة لو تشوفون هاي الشعرة اللي بصفها البلانت سيل هاي مو دوده، الديدان غير شيء، الديدان بها مقدمه، لو اجي اركز واكبر كلش بالمجهر لانه انت خلي ببالك من تجي تفحص باراسايت ما تعطي قرار من اول ما تشوف شغله، لازم تكبر تخلي على اكثر من عدسه، اذا تفحص على 40 احول على ال 100، اذا تفحص ديدان انت ممكن تبدي بالاربعه، الديدان كبيره. اذا انا اريد مثلا اكبر علي اروح على 10، اروح على مقدمه الجسم، افحص ان شاء الله من حتجون بالديدان تشوفون، اشوف الماوث البوكال كافيتي مثلا هاي الدوده عندها اسنان، هاي الدوده عندها هيك، يلا انطي قرار، مو من اول ما اشوف خلاص هذا ستركتشر يلا هاي الدوده تشبهها، لا طلاب، حاولوا تكونوا دقيقين بدقيقين باعطاء الاجوبه او باعطاء، لانه هذا قرار يعتمد يعني يعتمد بانسان، انتم ما تشخصون انت ما تسوي ريسيرش، انت تعطي قرار بحياه بشر، فكون كلش صبور من تبحث عن الطفل. نجي الى ماده مهمه هي البريزرفيشن حفظ العينات، بريزرفيشن اوف سبيسيمنز. انا
الشيء المثالي او الشغل المثالي انه العينه افحصها ب 30 منت. زين ليش انا لازم افحص؟ اجي اسالكم سؤال، انا ليش لازم افحص العينه ب 30 منت؟ يا لو بعد ما سالنا الا محمد، يلا الا ليش 30 منت لازم؟ نعم دكتوره، ليش لازم 30 منت افحص؟ دكتورة حتى أنطي نفس الوقت الكافي إنه أتأكد من يعني من الباراسايت مثلاً. بعد شنو التطور اللي أنا أشوفه بثلاثين منت؟ السيست التروف. عافية التروف، التروف كل حياتي خلاص أنا. من سوى رايز هاند؟ أكو أحد سوى رايز هاند؟ السيست عمره طويل، يعني هو أصلاً يعيش خارج الجسم، يعني ممكن يتحمل أي يوم يومين ثلاثة. لكن التروف كل حياته هو 30 منت. بعد 30 منت يفقد حركته، بعد ما اقدر احدد انه هذا التروف، تمام؟ فزين انا اذا ما اقدر، ما عندي فحص العينه سيميديتلي، انا مثلا اريد افحص العينه ورا ساعه، الشغل يقول ورا ساعه، هل اترك العينه هيك؟ انا ممكن اذا اتركها ساعه تتحلل التروف اصلا بعد ما اقدر افحصها، فشو اسوي؟ اجي اضيف بريزرفيشن. ف عندي عدة أنواع البريزيرفاتيفز. أول واحد وأشهر واحد هو الفورمالين، وتركيزه 10%. تحبون التركيز أهم شيء، لو أنا ما أريد فقط فورمالين 100% يدمرها للعين، 10% فورمالين يكون كافي لتثبيت الأوفا السيست التروف، كذلك أنه ممكن أنه يحافظ عليه لمدة 6 شهور، بعدها ممكن تكون تتحلل. فس تحبون التركيز، اسم المادة الحافظة، وش تحفظ؟ تكون حافظة إذا قلت overall fixative، يعني overall معناها حافظ لكل الأطوار، تمام؟ بعدين عندي polyvinyl الكحول. هذا polyvinyl الكحول دائما يسموه بالPVA، وستخلوها من حتى يشتغلون يقولوا PVA ما يقولوا polyvinyl، فتخلي بالك المختصرات فضوها. هذا يكون جيد لحفظ الترافوزويت الأوفا البيوض اللارفة، لكن السيست ما يكون ملائم يحطمها للسيست ورا فترة، فما يفضلوا له حفظ العينات اللي يتوقع بها سيست، خصوصا العينه لما يكون الفورم دستول بالنسبه للطفيليات مثل انتيميسوتيك او جي ار تي. ذكروا من قلنا انه العينه كل ما كانت صليبه دستول القوام مالته صلب باكثر دستول، بينما دياريا يكون اكثر تروف. فالبوليفينيل الكحول ما يفيد لعينه دستول صلب وبها هواي سيست لانه يدمر السيست. والاخير يسموه شودن فيكستيف، هذا يكون جيد لحفظ الأكثر تروفوزويد السيست، يكون جيد لحفظهم.